قال مصدر رفيع المستوى إن قوافل الإغاثة المصرية بدأت في التدفق إلى قطاع غزة لسرعة احتواء الأزمة الإنسانية الحالية في القطاع. أوضح المصدر رفيع المستوى أن هناك تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاد أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك تنسيق مصري مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لمواطني قطاع غزة.